بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة معنا paragraph about making candles، يعني صناعة الشموع. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نتعرف how to write about this topic، إزاي هنكتب عن الموضوع ده. السؤال جالنا في الامتحان write a paragraph of about 50 words، طبعا احنا paragraph من 50 كلمة 50 words، using the following guiding elements، باستخدام العناصر making candles يعني صناعة الشموع. طبعا الguiding elements العناصر اللي ممكن نستخدمها wax perfume oil wick popsicle sticks popsicle sticks، يعني العصيان اللي هي خاصة بمادة أو بالآيس كريم. طبعا نبدأ كده I like making things، I like making things، أنا بحب صناعة الأشياء. I like making candles، أنا بحب صناعة الشموع. To make candles، to make candles، لكي نصنع شموع we need wax perfume oil، we need wax، طبعا عشان نصنع الشموع احنا محتاجين ايه؟ wax اللي هو الشمع، perfume oil زيت عطور او زيت عطري، wick and salt طبعا اللي هي الفتيلة، and salt ملح. put them in a bowl، بنضع كل هذه الاشياء، put them in a bowl، نضعهم في او بنضع الاشياء في bowl يعني سلطانية. heat them on the cooker، heat them on the cooker، وبنسخنهم على الموقد. stir with a wooden spoon، stir with، وبنقلبهم بمعلقة خشبية. take them off the cooker، take them off، وبعد كده بناخدهم من على الموقد. use them when they are cool، وبنستخدمهم لما يكونوا باردين. we use the candles to light، we use the candles to light، بنستخدم الشموع to light للإضاءة. really حقا. it's easy to make candles، it's easy to make candles، يعني سهل جدا صناعة الشموع. مرة تانية I like making things، I like making things، I like making candles، I like making candles. to make candles we need wax perfume oil wick and salt. to make candles we need wax perfume oil wick and salt. put them in a bowl heat them on the cooker، heat them on the cooker. stir with a wooden spoon take them off the cooker. use them when they are cool. we use the candles to light. really حقا. it's easy to make candles. طبعا عندنا لابد ان احنا نكتب الباراجراف ونكتب عدد جمل او كلمات مناسبة، ولكن يا حلوين في كده جزئيات لابد ناخد بالنا منها. اول حاجة بنبدأ الجملة بتاعتنا بحرف كابيتال، وبنترك مسافة كلمة في البداية، وبنضع فول ستوب في نهاية الجملة، وبنترك مسافة ما بين كل كلمة والتانية. I like making candles. To make candles we need wax perfume. فكل كلمة في مسافة. طيب لو أنا شايف كده spelling الجملة أو لكلمة خطأ، ممكن أستغنى عن الجملة، ممكن أجيب كلمة بديلة. براعي الجرامر، إحنا كده شغالين كلنا إيه؟ ها؟ imperative جملة أمرية، put them، heat them، take them، يعني بيتكلم عن اللي هو الingredients. عارفة إن كلمة ingredients بنخاف منها علشانها صعبة، استغنينا عنها واستحطينا ضمير مفعول بيعود عليه المكونات اللي هي them، put them، heat them. فthem هنا مقصود بها، ممكن أقول put the ingredients، ولكن عشان كلمة ingredients ممكن نخطأ في السبيلنج استبعدناها تماما وكتبنا مكانها الضمير them. يبقى أنا بدور على السيمبل، على الحاجات السهلة اللي ممكن أكتب الباراجراف بتاعي وما ارتكبش أي أخطاء.
يا ريت البروجرام بتاعنا يكون عجبكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو مش مشترك معانا، وشير لأصدقائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.